السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول جوان 2021 العشرة رقم 7 أول بيضة فقط اليوم الحمد لله. رحمة ربي الحمد لله ما شاء الله. هاو جديد خلاص. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. العش الآخر ثاني رقم 1 الأنثى تحضن ما شاء الله. بس نرجع للعش برك باش ما نحصلوش حنا بعد. انا اخبار تفرح اخبار ما شاء الله. 4 بيضات غدو ولا غدو ثاني فقصوا بياتهم اليوم ولا ذاك. يعني الله يبارك الله يبارك تحضن ما شاء الله. مين يجي نديها في العش هذه تخاف مني بصح راهي تحضن جيدا الحمد لله. العش رقم 7 رقم 1 العش رقم 4 اليوم دارت البيضة الثانية. هاي البيضة الثانية ما شاء الله. العش رقم 5 ما ظنيتش نتفاقوا. قال واحد عظمة واحدة قبيلة شفتها القمر احنا كان زادوا ولا ما زادوش. نتمنى يزيدوا عظمة ثانية باش يكونوا في السليم. عظمة واحدة بربي ان شاء الله خير. لا ما كانش نبيعها عند اختها ونخليها. الله يبارك ما شاء الله. فضل عند ربي الحمد لله. الكوطيات الاخرين راهم عادي ما كانش الحمد لله. هيا خليكم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا ربي يبارك يا ربي يبارك يا ربي يبارك. أحلى مشهد. ربي يبارك إن شاء الله.